كان ولما تشل انتبه بقى نعمل بقى حاجه لله. فبنى المجموعه دي وثلاث عشان يعني ربنا مش مافيا. لا ونيته واضح ان هو نيته صلح. خلاص مش مقبول منه اي عمل وهو خاين لان هو اصلا منصور غوري اللي عينه كويس. وبعدين هو طلع يمسك جزء يعني كوالي عليها في الشام، وهو في الشام او اتبعت يعني كمبعوث دبلوماسي، وبقى عنده علاقة وطيدة بالعثمانيين، اداهم كل الاسرار يعني كل ال يعملوا كذا بقى اداهم. وهو كان مسؤول عن الميسرة. لا جميلة فعلا، كان مسؤول عن الميسرة وقت الحرب بتاع مرج دافيد كويس. قال للجنود ده حاطيننا في الصدارة عايزين يقتلونا، بوظ الدنيا، خرج من الحرب اتهزم، واشاع ان قنصوة الغوري اتقتل. كل ده عمله هو خاين بك، ان المصريين من ذكائهم المصريين دول مالهمش حل، سموه خاين بك.